الكرام، نتواصل في بداية أشواطنا المفتوحة وشوطنا التاسع على بركة الله. تعلن هذه الانطلاقة وتسير هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة في هذا الشوط، في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع الرائع. هناك 3 كيلومترات هي المسافة المقررة على بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، أسير إلى المقدمة، إلى الصدارة، الفائزة علي بن راشد بن سعيد بن رايح المري. من يقدم الفائزة في هذا الشوط، في هذا الانطلاق الكبير، في هذه الأعداد؟ 43 اسم المشارك. المركز الثاني، الوصول في ثاني المراكز، هناك مياس سعيد بن مانع بن عايض العيد الخوار، وصل في هذه اللحظات وغير صداره. انتقل مباشرة الى المركز الثالث، الوصول من بنت غازي علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري. يظهر الشعار الاقتصادي في هذه النجوم الكبيرة، في هذا الانطلاق الجميل. هناك الدخول، مياس سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، الوصول هناك على المركز الخامس، راهية محمد بن سعيد بالحطم الاكتبي والعامري. هناك علي بن مايد الوهيبي بدأ مع الطائفة، بدأ مع الطائفة في هذه اللحظات، يطوف من مركز الآخر. الأسماء القوية، المشاركة الرائعة، الشاهينية ناصر بن أحمد بن حسن العامري، وصل في هذه اللحظات، دخول رائع وجميل من شودة سيف بن عامر بن حسن الجفال النعيمي. هكذا هي النتيجة القادمة. هناك هناك غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى مياسة سعيد بن مانع بن عايض العيد الخوار، وصل في هذه اللحظات، وصل في المركز الاول. مياسة انطلقت، مياسة اندفعت. في المركز الثاني تتواصل سعيد بن خليفة او سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، عاشق السلالة الشاهينية، ولكن بالحطم 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 بدأ ينطلق من مركز الآخر. يقدم راهي محمد سعيد بالحطم العامري. يا سلام، فاخته وصلت، فاخته انطلقت. غصاب بن مصبح راعي الطير العامري، قايد المصانع الجنوبية. الله 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 الله. اشتراك ايضا، اشتراك قادمة. هناك شاهينية، سالم بن محمد بن سليم الاعفاري. وصلوا اهالي الجنوب، وصلوا اهالي الجنوب. هنا القدوم من سلهودة، سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يغير هذه الانطلاقة من مركز الى اخر. ولكن الصدارة وين؟ الانطلاق سالم بن محمد بن سليم الاعفاري. الاعفاري بدأ يغير الصدارة، بدأ ينطلق مع المركز الاول. اذكر بان دخلنا الكيلومتر الاخير. ركز يا بن النخار، ركز يا محمد يا بن النخار على هذا الفوز. يلا يا حمودة، الانتصار بالانتظار. ال500 متر الاخيرة، بسم الله وتبارك الله، بدأت الانطلاقة، بدأ الاداء الرائع، بدأ الانطلاق هناك مع اهالي مصانع الجنوب التراثية. الله الله الله. هناك الشاهينية، سالم بن محمد بن سليم الاعفاري. الاعفاري انتصر، العفاري فاز، العفاري من خلال تواجد هذه ايضا النوعية الرائعة. يا سلام، حمود بن نخار هو من يتابع هذه الانتصار، هو من يتابع هذا الانطلاق. سالم بن محمد سليم الاعفاري. الاعفاري الاعفاري. الله 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 الله. تهانينا تهانينا والناموس. واسعد الله صباحكم يا اهالي الجنوب على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا والناموس. سلام يا الوقن، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني، هناك سلهود سعيد بن خليفة سلطان بن رشيد. المركز الثالث كانت بشعار هناك فاخت لسيد غصاب بن صبح العطار العامري. المركز الرابع، وصول من مسيرة مهنا بسعيد بن حميد اليحافي. المركز الخامس، وصلت مغادير لسيد مبارك بن علي الفيدة المري. التوقيت الأفضل يا العفاري، مشكور يا بن النخار. أيضا من يأتي هنا بالتوقيت الأفضل مقدما للشاهينية، سالم بن محمد بن سليم العفاري. ما شاء الله تبارك الله، 4 دقائق 23 ثانية
أربع أجزاء من الثانية. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أكد هي الشاهينية تأتي في الشوط المفتوح وتنطلق بالتوقيت الأفضل. المركز الثاني سلهودة حمل التوقيت ايضا مميز 4 دقائق 25 ثانية. وفاين وتماما وكمالا سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية يتواصل. بينما المركز الثالث 4 دقائق 26 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. هناك فاختة للسيد غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا هذا الانطلاق، شاهدنا سالم بن محمد بن سليم العفاري مع الشاهينية التي انطلقت. الأداء رائع والانطلاق جميل وأجمل من هذه النوعية الجميلة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هكذا كان التوقيت وهكذا